السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ ده فيديو مراجعة سريع كده على المحاضرة الثالثة في الفارما اللي هي الميتابوليزم. نبدأ كده. بسم الله. قلنا يعني ايه ميتابوليزم او باي ترانسفورميشن؟ الديفينيشن بتاعه ان هو ميتابوليك كونفرجن، يعني شوية تحوير او تغيير للدراج مولكيولز اللي موجودة في جسمي، احولها ليه؟ ان انا اجهز الدراج ده تو بي ايزلي اكسكريتد. ده تجهيز الدراج انه يحصل له اكسكريشن. طيب احوله من ايه لايه؟ احوله من صوره اللايبوفيليك اللي كان داخل فيها الجسم. احنا قلنا ان الدراج بيدخل جسمي بيحصل له عمليه الابزوربشن في صوره ليبيد سوليبل او لايبوفيليك، والصوره الاكتيف اللي كان شغال عليها جوه احوله لهايدروفيليك علشان اعرف اخرجه وصورته تبقى ان اكتيف. تمام. هيحصل فين الكلام ده؟ سايتس اوف باي ترانسفورميشن قلنا قسمناها للحاجه المين عندنا اللي هي الهيباتيك سايتس، وحاجه ثانيه اللي هي مش بتحصل في الميجور سايت ده اللي هي النون هيباتيك سايتس. هيباتيك سايتس او الليفر، الليفر هو الميجور اورجان اللي ممكن يحصل فيه عمليه الميتابوليزم. وكنا بنقول جمله هنا كده وبنقول مش مهم تفهمها دلوقتي وهنفهمها قدام، لو لسه مش فاكرينها لحد دلوقتي او مش فاهمينها هنعرفها قدام برضو، اللي هي ريسبونسبل فور جلوكورونايد كونجيوجيشن اند موست اوف اوكسيديشن بروسيس باي هيباتيك مايكروزومال انزيمز. برضو هنفهمها قدام مش مشكله دلوقتي. تمام. قلنا ان النون هيباتيك سايتس بقى الاماكن اللي هي بعيدا عن الليفر، الليفر هو الميجور. تمام. لكن في اماكن تانية ممكن يحصل فيها، ايه هي؟ اللنج والكدني والادرينال جلاند والبلازما. احفظوهم لان ممكن يجي عليهم سؤال. اللنج والكدني والادرينال جلاند والبلازما، يبقى هيباتيك سايتس ونون هيباتيك سايتس. تمام. الباي ترانسفورميشن رياكشنز ريزلت ان، يعني ايه اللي ممكن يحصل لي نتائج عمليه الميتابوليزم دي؟ مش دايما هيحصل ان اكتيفيشن للدرج، قلنا ده بيحصل في السائد العام من الادويه. تمام. الاغلبيه كده، ولكن برضو في استثناءات. يعني ان اكتيفيشن اوف دراجز ده موست اوف دراجز. تمام. ايه بقى الاستثناءات اللي عندي؟ هنتكلم على ثلاث استثناءات. ايه اول حاجه؟ قلت لك ان انا ممكن يبقى عندي اكتيف دراج ولكن اجي اعمل له الميتابوليزم ده ما يتحولش لان اكتيف، لا ده يتحول لصوره اكتيف، صوره شغاله هي كمان. زي مين؟ قلنا الكوديين اللي تحول للمورفين، تحول لمورفين 6 جلوكورونايد. كوديين ده كان اكتيف وكان شغال في الجسم، والمورفين اتحول له لما حصل عمليه الميتابوليزم، وراح المورفين ده متحول لحاجه كمان اكتيف اللي هي مورفين 6 جلوكورونايد. وكان حد سالني على حاجة بخصوص النقطة دي، أيوة التلاتة بيشتغلوا ليهم نفس الوظيفة، التلاتة اللي هو كأنالجيسيك مسكن، الكوديين بس كل الفرق اللي هو الصورة اللي موجود عليها. الكوديين موجود عادي لما بتاخده، بعد كده ممكن لو حصل له ميتابوليزم يتحول لمورفين، والمورفين بيتحول لمورفين 6 جلوكورونايد. تمام. كل يعني استخدامهم واحد، الفرق بس في الصور اللي موجودين فيهم وبينتج من ايه والكلام ده. تمام. تاني استثناء عندنا هو conversion of active او inactive drug اسفة اللي هو اسمه برو دراج. ركزوا على مصطلح برو دراج ده لان تقريبا كان جاي لنا برضو في امتحان الاسسمنت بتاعنا. المهم يعني مصطلح البرو دراج ده ان هو الدراج موجود في جسمي في صوره ان اكتيف دراج. تمام. ركزوا عليه اللي ممكن يجي البرو دراج يعني ان اكتيف دراج اتحول لاكتيف دراج بقى بالميتابوليزم، كان قاعد كده مش بالشغال لحد ما استنى الميتابوليزم تيجي تحصل له، قال بس انا هتاكتيف هنا. تمام. اللي هو مين المثال اللي دهولنا عليه؟ البريدنسون اللي اتحول لبريدنسيلون، بريدنسون اتحول لبريدنسيلون. طيب ثالث حاجه اللي هي كونفرجن انتو توكسيك كومباوند، يعني انا كان عندي دراج موجود عادي جيت اعمل له ميتابوليزم اتحول لصوره توكسيك لجسمي. زي مين؟ زي الباراسيتامول اللي اتحول للنابكي. النابكي ده قلنا مركب توكسيك للجسم، الجسم بيحاول يمانجمنت التوكسيستي دي عن طريق ايه؟ يعمل مانجمنت للتوكسيستي عن طريق ان هو الجي اس اتش ده مركب موجود في الجسم اسمه الجلوتاسيون، ده كده السيرفايفور او المنقذ بتاع الجسم. اللي هو بيعمل ايه؟ بيروح يمسك في المركب السام ده اللي هو النابكي علشان يقلل التوكسيستي بتاعته شويه. تمام. الباي ترانسفورميشن رياكشنز قلنا متقسمه على تو فيزز، ما بتحصلش مره واحده. في فيز 1 اللي هي نون سينثيتك، نون سينثيتك يعني بتحصل بتلقائيه مش محتاجه حاجه تدخل من الجسم في حاجه ثانيه، هي الطبيعي انها تحصل، بتحصل في الاول لو ما نفعتش بندخله على فيز 2. تمام. يعني فيز 1 نون سينثيتك، فيز 2 السينثيتك او الكونجيوجيشن. فيز 1 بقى قلنا انها عباره عن سينثيتك يعني بتحصل بتلقائيه ما بتتعبش الجسم معاها، معناها ايه؟ هيحصل موديفيكيشن للدراج زي ما احنا متفقين، ولكن عن طريق ثلاث عمليات. ايه هما؟ الاكسيديشن والريدكشن والهيدروليسيس، وكنا بنقول ان اهم عمليه فيهم هي الاكسيديشن. تمام. يبقى فيز 1 هيحصل موديفيكيشن للدراج عن طريق ثلاث عمليات، الاكسيديشن والريدكشن والهيدروليسيس. هنا بقى بيقول ان فيز 1 ريزلتس ان، فيز 1 بيحصل فيها ايه؟ ان ماسكينج للبولر جروب. يعني ايه ان ماسكينج؟ عارف لما حد يقول لك انا حاطط ماسك على وشه، ماسك يعني مخبي وشه بحاجه، هنا بيقول لك بقى ان ماسكينج يعني منفيه. ان ماسكينج يعني انا كشفت او ظهرت حاجه. كشفت ايه؟ كشفت ثلاثه بولر جروب. بولر جروب يعني ليها علاقه بالميه. بصوا في حاجه كده عايزاكم تعرفوها، البولر والايونايزيشن والووتر سوليابيليتي الثلاثه مع بعض، يعني ما اقول لك حاجه بولر او اقول لك ايونايزد او اقول لك ووتر سوليابل او هيدروفيليك، الاربعه بنفس المعنى. برضو ركزوا على المصطلحات دي لان كانوا بيلعبوا عليها قوي في الاسئله. البولر هو نفسه الايونايزد هو نفسه الهيدروفيليك او الووتر سوليابل. تمام. ايه الثري بولر جروبز اللي حصل لهم ان ماسكينج او اتكشفوا او اتظهروا او بدا يظهر تاثيرهم؟ اللي هو الاو اتش والاس اتش والان اتش 2.
تمام، نتج عن ايه؟ انا قلت لك ان انا كشفت 3 بولر جروب، وقلت لك ان البولر هو هو ايونايزد، فبالتالي المركب اللي طلع لي بعد ما حصل الانماسكينج ده بقى ايونايزد ميتابولايت، تمام. وبالتالي بقى ايونايزد ممكن اخرجها ايزلي اكسكريتد، او لو هي مش منفعش معاها هي بقت ايونايزد بس مش نافع معاها برضو فيز 1 لسه ما اكتملش عمليه الميتابوليزم، فندخلها الفيز 2، تمام. الاكسيديشن باي سيتوكروم بي 450 انزيمز از ذا موست امبورتنت رياكشن، قلنا اهم انزيم عندنا في الميتابوليزم هو السيتوكروم بي 450، تمام. فيز 2 او سينثيتك وكونجيجيشن، سينثيتك قلنا عشان بتتعب الجسم معاها مش بتحصل بتلقائيه، فيز 1 هي اللي بتحصل بتلقائيه، لو ما نفعتش مع الدراج ده بيقوم ندخله على فيز 2 وبالتالي هي تبقى سينثيتك. سينثيتك وكونجيجيشن، ات مينز كونجيجيشن، يعني ايه كونجيجيشن؟ يعني اقتران، بمسك حاجه في حاجه، هعمل همسك مين في مين، هجيب اندوجينس كومباوند موجود في جسمي، حاجه كده ليها خصائص يعني اسمها مميزات كده اندوجينس كومباوند، ومسك فيها الدراج اللي مش راضي اللي مش نافع معايا فيز 1 ده علشان يبقى حصل كونجيجيشن او اقتران، امسكه فيه عشان يبقى واسطه دي، وبعدين عن طريق انزيم اسمه ترانسفريز هو اللي هيعمل لي العمليه دي، هيمسك اللي انا عايزاه في الاندوجينس كومباوند ده، هينتج ايه في الاخر؟ هينتج حاجه واحده بس اللي هي دراج ان اكتيفيشن، تمام. طيب يعني هو تعبنا ودخلنا فيز 1 ما نفعش معايا، ندخله فيز 2 اكيد في الاخر بقى لازم يطلع ان اكتيف، عشان كده خلاص يعني احنا نفذت المحاولات، مفيش حل غير كده، تمام. طيب قالك ان في حاجه كده ممكن تحصل ان هو عكس للعمليات دي، يعني طبيعي ان يدخل فيز 1 وبعدين فيز 2، في دراج كده متمرد هو اللي بيقولك انا هدخل فيز 2 وبعدين ابقى اروح على فيز 1 اللي هو مين؟ اللي هو الايزونايزيت، تمام. ده مهم يعني خليكم خلوا بالكم منكم منه. الايزونايزيت هو اللي يتحول هيروح لفيز 2 الاول اللي هو يحصل له استايليشن، وبعدين يدخل على فيز 1 اللي هو يحصل له هيدروليس، دي كانت واحده من الثلاثه موديفيكيشن اللي بتحصل في فيز 1 اللي هي الاكسيديشن والريدكشن والهيدروليس، هيروح لفيز 2 يحصل له استايليشن وبعدين فيز 1 هيدروليس، يطلع ايه في الاخر بعد التعب ده؟ ايزونيكوتينيك اسيد، تمام، ايزونيكوتينيك اسيد. بعد كده كنا بنقول ان الكونجيجيشن هيحصل مع خمس مركبات، تمام، اللي هم ايه؟ الجلوكرونيك اسيد او الاسيتيك اسيد او الجلايسين او الميثايل جروب او السلفيت. طيب كل واحد فيه دراجز محدده ليه بتشتغل معاه هو بس، ما بترضاش تعمل كونجيجيشن مع حد غيره، هي مين؟ اول حاجه الجلوكرونيك اسيد، متخصص للكلورامفينيكول والمورفين عن طريق انزيم اسمه ايه؟ هنجيب الانزيمز من اسماء السبستريت اللي عندنا. الانزيم هنا السبستريت اسمها جلوكرونيك اسيد، الانزيم يو دي بي جلوكرونايل ترانسفريز يو جي تي، تمام. طيب الاسيتيك اسيد السبستريت الثانيه شغاله على قلنا هيز الاتش هيدرولازين والاي ايزونايزيد والاس سلفونامايد، مين الانزيم اللي هيعمل لي العمليه دي؟ ان استايل ترانسفريز. يبقى قلت ان الانزيمز عندي مش حوار، الحوار هنا هي هنجيبها من اسم السبستريت، الحوار عندي انك تعرف الدراج ده شغال مع السبستريت. وخلوا بالكم ان يعني احفظوا ركزوا على دي قوي، يعني انتم ما يجي لكم الانزيم ده في الامتحان هتعرفوا تستنتجوه من اسم السبستريت، يعني هو ممكن يلعب لك على الحته دي قوي ان هو يقول لك ايه الانزيم ده مثلا ان استايل ترانسفريز بيشتغل على الدراج كذا كذا كذا، ويجيب لك الاختيارات بقى وانت اختار، هو يعني معتمد انك عارف ان ان استايل ترانسفريز ده هتترجم عندك لاسيتيك اسيد وانت تشوف بقى مين اللي متخصص لاسيتيك اسيد، او العكس ان هو ان استايل ترانسفريز بيعمل لك كونجيجيشن اسيتيك بيعمل كونجيجيشن للدراج المعين ده مع السبستريت انهي فيهم، فانت تجيبه من اسمه، تمام. قلت لك ان الانزيمز يعني تجيبها من اسم السبستريت، احفظوا بس دول كويس قوي لان اكيد هيجي عليهم سؤال. تاني السلسليت هو بقى اللي هيمسك في الجلايسين عن طريق انزيم جاي من اسمه ايه؟ جلايسين ان استايل ترانسفريز، يبقى الجلايسين مع السلسليت قلنا الاسبرين والريفو والكلام ده عن طريق انزيم اسمه الجلايسين ان استايل ترانسفريز، تمام. طيب مين السبستريت الرابعه؟ الميثايل جروب. ميثايل جروب قلت لك ام عيله مين؟ كاتيكولامين وهيستامين. ميثايل جروب ام كاتيكولامين وهيستامين، مين الانزيم اللي هيعمل العمليه دي؟ الثايوبيورين ميثايل ترانسفريز. بعد كده اخر سبستريت هي السلفيت، السلفيت هتمسك في مين؟ في الباراسيتامول، هي عن طريق انزيم اسمه ايه؟ اسمه السلفو ترانسفريز، تمام. خلوا بالكم من السلايد دي لان اكيد هيجي عليها سؤال. بعد كده قلنا ان عمليه الميتابوليزم دي هتحصل عن طريق انزيمز معينه هي اللي هتمشي التفاعلات دي، عن طريق ايه؟ الميكروزومال انزيمز والنون ميكروزومال انزيمز. جينا نقارن بينهم وقلنا اول حاجه من حيث السايت، السايت عندنا ان الميكروزومال موجوده في الليفر بس، سبيسيفيك للليفر بس، مش موجوده في اي مكان تاني. فين في الليفر؟ في السموس اندوبلازميك ريتيكولم. طب النون ميكروزومال انزيمز لا، دي موجوده في كل الاورجانز بتاعه الجسم، في السيتوبلازم والميتوكوندريا، ده ما يمنعش انها موجوده في الليفر، في السيتوبلازم والميتوكوندريا. الليفر مش سبيسيفيك مش الميكروزومال انزيم محتكره، لا هو اللي محتكر الميكروزومال انزيمز، هو بيقول الميكروزومال هي اللي هبله وقالت له انا هقعد فيك انت لوحدك مش هروح مكان تاني. الليفر بقى يعني واخد كل اللي قدامه عادي، يجي مايكروزومال تمام، نون مايكروزومال تمام، وعنده الاماكن كتير وعادي، تمام.
الرياكشنز اللي هتحصل، الميكروزومال انزيمز مسؤول عن الحاجات اللي كانت هتحصل في فيز 1 اللي هي الاكسديشن والريدكشن والهيدروليسز، وكمان معاهم الكونجيجيشن اللي كان هيحصل في فيز 2 ولكن للجلوكرونيك بس، الجلوكرونيك اسيد بس. احنا كان عندنا 5 سبستريت هو ياخد الجلوكرونيك اسيد بس. النون مايكروزومال هتقول لك انا هعمل حاجات الفيز 1 اللي هي الاكسديشن والريدكشن والهيدروليسز زيه، ولكن اخد الكونجيجيشن اللي هو سابه بقى، هو ساب 4 حلو كويسين انا اخدهم تمام اول اكسبت الجلوكرونيك. طيب السبستريت اللي هيشتغل عليها الميكروزومال هيشتغل على الليبيد سوليبل دراجز والبيليروبين، البيليروبين اللي هو كان بتاع الصفرة ده تمام. طب النون مايكروزومال هتشتغل على الووتر سوليبل دراجز والناتشورال بودي كونستيتوينت، الحاجات الطبيعيه اللي موجوده في جسمي. السبيسيفيك الميكروزومال انزيمز ده سبيسيفيك، لا بصوا بقى النقطه دي حد نبهني فيها في كومنت على الفيديو ان اتغيرت في الداتا عندكم، هي فعلا كانت مكتوبه عندنا عكس كده بس انا غيرتها لما لقيت الداتا الجديده نزلت. المهم في الاخر ان الميكروزومال انزيمز دي تبقى نون سبيسيفيك والنون مايكروزومال هي السبيسيفيك. معلش اكيد انتوا هتقعدوا تلخبطوا فيها بس حاولوا بقى تعملوها ان الميكروزومال مع النون والنون مع مع السبيسيفيك، يا الله الميكروزومال مع النون والنون مايكروزومال هي السبيسيفيك تمام. معلش يعني حاولوا بس تسكموها باي حاجه لان اكيد انتوا اتلخبطتوا وهتلخبطوا فيها. الميكروزومال هي اللي نون والنون هي السبيسيفيك تمام. طب الاندكشن، اندكشن الميكروزومال انزيمز دي انديوسبل، يعني ممكن اتحكم في الريت بتاعها ازوده او اقلله، بيزود السنسز او اقلله تمام. النون مايكروزومال نون انديوسبل ما بعرفش اتحكم فيها. طب النيونيت الكميه بتبقى صغيره جدا من الميكروزومال انزيم في النيونيت، النيونيت اللي هو الطفل اللي لسه مولود بتبقى سمول اماونت فيه. طب النون مايكروزومال لا دي لارج اماونت. الاكزامبل عندنا الميكروزومال انزيم هي السيتوكروم بي 450 او اليو دي بي جلوكرونايل ترانسفيريز، اللي احنا كنا لسه بنقول لك الانزيم اليو دي بي جلوكرونايل ترانسفيريز ده اللي بيعمل كونجيجيشن جلوكرونيك اسيد مع الكلورامفينيكول والمورفين تمام. احنا قلنا هنا انه مسؤول عن الجلوكرونيك اسيد، طبيعي جدا الانزيم اللي مسؤول عن الالكترون بتاعه نحطه في الميكروزومال انزيمز. طب النون مايكروزومال انزيمز انزيم المونو امين اوكسيديز الماو والان استايل ترانسفيريز تمام والاستريز كمان. بعد كده بيقولك السيتوكروم بي 450 دي عيلة كبيرة هنقسموها الفاميلي وصب فاميلي وكلاسز، اهم حاجة منهم اللي هو السيتوكروم بي 3A4، سيتوكروم بي 3A4 ده اهم واحد اللي بيشتغل على 40% من الدرجز تمام. وقلنا انها ريليتد للميكسد فانكشن اوكسيديز، يعني ايه ميكسد فانكشن اوكسيديز؟ قلنا ان عندنا عندها مولكيول O2 تمام، O2 ده يعني 2 اكسجين، كل واحدة منهم بتشتغل ليها فانكشن مختلفة عن اختها في خلال نفس التفاعل. يعني الاوتو مولكيول واحد اهو موجود في التفاعل، الذرتين بتوعه كل واحده منهم هتشتغل على وظيفه غير الثانيه تمام. ده معنى ميكسد فانكشن اوكسيديز. قلنا اهمهم السيتوكروم بي 3A4 اللي هو بيعمل ايه مسؤول عن 40% تمام. ده كده كان برضو تلخيص الفاكتورز. بقى احنا قلنا ان الميكروزومال انزيمز انديوسبل، يعني ممكن اتحكم في الريت بتاعها عن طريق فاكتورز ايه؟ الدرجز والادج والباثولوجيكال كونديشن والفارماكوجينيتكس والسكس والاستارفيشن. نيجي نشوفهم بالتفصيل كده. قلنا اول حاجه الدرجز اللي هي الانزيم انديوسرز والانزيم انهبيتورز. هعمل ايه الميكانيزم بتاعها؟ الانزيم انديوسرز دي بزود السنسز، انديوسر يعني بتحفز يعني بتزود انكريز، الانهبيتورز بتقلل تمام. الانديوسرز دي هحفز الميكروزومال انزيمز هزود السنسز بتاعها تمام، هزود تصنيعها فبالتالي ازود الاكتيفيتي بتاعتها. الريت سلو دي مش يعني مش بتشتغل اول ما ناخدها، لا دي بتاخد فتره كده في الاول وبعدين تشتغل، يعني سلو او ديليد اونست يعني بتتاخر على ما تشتغل. اما دي دايركت انزيم انهبيتور اور دامج، بتقلل الانزيم او بتعمله دامج خالص، ودي سريعه مجرد ما بتاخدها بتشتغل. الاكزامبل بتاعتنا هنا قلنا عندنا واحد اسمه كارب كاربامازيبين وبنت ريفامبيسين، جالهم ضيفين دايفينايل هايديشن، جابوا لهم فينو باربيتون اند اندروجينز والسموكينج التدخين تمام. طيب الانزيم انهبيتورز لا عندنا قلنا ثلاثة على نفس الوزن كده، سيبروفلوكساسين وكيتو كونازول والإريسرومايسين، وعندنا ثلاثة تانيين كلورامفينيكول والاستروجين والجريب فروت. طيب الافكتس بتاعتها عندنا الانزيم انديوسر دي قلنا بتزود الاكتيفيتي بتاع الانزيمز وبالتالي هتقلل الاكتيفيتي بتاع الدراج بتاع الجسم، ما يحصل له ميتابوليزم، دراج معين موجود عندي زودنا الميتابوليزم بتاعه يعني كسرناه اكتر من الطبيعي وبالتالي هيقل تاثيره على جسمي. نقص الاكتيفيتي اوف ادمنستريتد دراج زي مين؟ زي الاورال انتي كواجيلانت، انتي كواجيليشن اللي هو عمليه التجلط، انتي كواجيلانت يعني مضادات التجلط، وبالتالي لما انا ازود التكسير بتاع الاورال انتي كواجيلانت ده يعني مش هيعمل لي تاثيره، يعني مش فيش تجلط هيحصل، مفيش يعني مفيش حاجه هتمنعني التجلط، وبالتالي هيحصل تجلط اللي هو ايه ثرومبوز، ثرومبوز يعني جلطات. والاورال كونتراسيبتيف قلنا اللي هي حبوب منع الحمل بتسبب لنا
بريجنانسي، يعني هي مكسر حبوب منع الحمل اللي حد بياخدها دي، فبالتالي هيحصل بريجنانسي. طيب الكورتيكوستيرويد قلنا هتزود الانفلاميشن، هتخلي الانفلاميشن ريكورنس، يعني تكرار حدوث الانفلاميشن. تمام. التوليرانس، التوليرانس اللي هو الفينوباربيتون ده، احنا كنا لسه بنقول عليه فوق اهو، فين الفينوباربيتون اهو، كنا بنقول ان هو انديوسر، ده لما ناخده ده بيزود تكسير بتاع نفسه، يعني هو مايكروزومال انزيم انديوسر هيزود شغل اللي هي المايكروزومال انزيمز، هيزود شغل الشغل على نفسه، يعني هو هيزود تكسير نفسه. تمام. وبالتالي لما نزود تكسيره هيحصل حاجه اسمها توليرانس، توليرانس يعني الجسم هيتسامح، مش هيبقى متاثر بيه مهما ناخده. طيب الانزيم انهبيتورز قلنا دي بتقلل تاثير، بتقلل الاكتيفيتي بتاع الانزيمز، وبالتالي بتزود تاثير الدرج. يعني ايه بتزود تاثيره؟ يعني كميه واخدينها عادي ما اتكسرتش في الوقت المحدد ليها، وبالتالي تفضل موجوده في جسمي، ممكن تدخلني في توكسيستي. بعد كده الايدج والسكس والستارفيشن والفارمايكوجينيتكس والباثولوجيكال كونديشن. معلش انا بقول بسرعه بس عشان وقت الفيديو ما يطولش مني، وانتوا اكيد عايزين حاجه سريعه بس تفكركم. الايدج هنا بنقول ان البريماتيور نيونيت، يعني الطفل المولود قبل ما عاده ده كانت كونجيوجيت بس جلوكرونيك اسيد، يعني الكلورام فينيكول، قلت لك انه بيحصل كونجيوجيشن مع الجلوكرونيك اسيد، وهو اصلا مولود قبل ما عاده، يعني الليفر فانكشنز بتاعته لسه ما تقدرش تحصل بصوره طبيعيه، وبالتالي ما عندهوش ما يقدرش يعمل عمليه الكونجيوجيشن، وما عندهوش اصلا السبستريت اللي هي الجلوكرونيك اسيد اللي ينفع تمسك في الكلورام فينيكول، وبالتالي لما اديله كلورام فينيكول مش هيعرف هو داخل علشان يحصل له كونجيوجيشن، فمش هيحصل له كونجيوجيشن، وبالتالي هيعمل لنا حاجه اسمها جراي بيبي سندروم. جراي بيبي سندروم يعني كلورام فينيكول توكسيستي. طيب وقلنا في الاولدر بيبل بيزيد الريسك اوف توكسيسيتي لسام دراجز زي ايه؟ البنزو دايازبين. بنزو دايازبين ده في الاولدر بيبل بيزود الريسك اوف توكسيسيتي. تمام. السكس عندنا قلنا ان الميل هو الميل ده بيبقى دايما سترونج والفيميل بتبقى ضعيفه، وبالتالي الميل هنفتكرها ان الاندروجين هرمونات الذكوره او هرمونات الميلز هيتعمل استيميليشن لدراج ميتابوليزم، اما الفيميل الغلبانه الضعيفه دي هتبقى انهبيتوري. تمام. الاستارفيشن اللي هو المجاعات، يعني انا ما باكلش كويس، فبالتالي الليفر مش قادر يقوم بالوظائف بتاعته فهيقل الانزيم اكتيفيتي. الفارمايكوجينيتكس قلت ان انا يبقى عندي جينيتك فاريشن، في جين عندي مضروب، المشكله عندي انا في جين مش مشكله في حاجه، هو الجين ده اللي مثلا الليفر شغال طبيعي عند كل الناس، بس انا المشكله عندي في جين معين. ايه اللي ممكن يحصل؟ حاجه اسمها ساكسينايل كولين ابنيا. قلنا ساكسينايل كولين ابنيا ده ان انا اخد ماسل ريلاكسنت، فالمفروض يحصل الماسل ريلاكسنت ده ميتابوليزم في لحظه معينه او في وقت معين، ما ينفعش يتاخر عن كده عشان ما يدخلش على الماسلز بتاعه الريسبيريشن ويوقف لي التنفس ويموت العيان ده، فانا ما حصلش ميتابوليزم للماسل ريلاكسنت ده في الوقت المحدد، وبالتالي فضلت موجوده وراحت شغاله على الريسبيريشن ماسل، فعملت حاجه اسمها ابنيا. ابنيا يعني انقطاع تنفس، ساكسينايل كولين ابنيا. طيب واخر حاجه الباثولوجيكال كونديشنز، يعني الليفر ديزيز، الليفر لو تعبان مش هيعرف يقوم بالوظائف بتاعته، بيقل الميتابوليزم اوف ميني دراجز، وبالتالي لازم اظبط الجرعه اللي انا هديها للعيان. اي دراج هديه للمريض الليفر، لحد عنده اي مرض في الليفر، لازم ابقى ظابط الجرعه بتاعته وعامل حسابي ان هو في مشاكل في الميتابوليزم، فاظبط الجرعه بمديها له. تمام. خلاص كده خلصنا، يعني ربنا يوفقكم في المد وان شاء الله تحلوا كويس وتخرجوا مجبرين كلكم. السلام عليكم.